سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق بينضم لي على التليفون. سعد سفير برحب بحضرتك. أهلا، صباح الخير. صباح النور. يعني زيارة كيري للمرة الثانية في أقل من شهر ليها إيحاء معين أو تقدير معين بحكم خبرة حضرتك؟ يعني واضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم بحركة دائبة، سواء على المستوى الإقليمي، سواء على المستوى العالمي الإرهاب، سواء على مستوى العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية. وواضح من الخبر اللي سيادتك قرأته أنه هيتكلم عن سوريا وعن المشاكل في المنطقة، مشكلة فلسطينية جد فيها جديد أمس بالإعلان المبادرة اللي طرحها الرئيس بطريقة غاية في الحرفية، أدت إلى أن إسرائيل اللي بتشوف أن الأسلوب اللي طرح به الرئيس امبارح القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية مع أو ربطه بالتنمية واللي حصلت في الافتتاحات اللي كان بيفتتحها امبارح، بتشوف أن دي كانت طريقة عبقرية؟ لأن هو عرضه بطريقة لا يمكن للطرف الإسرائيلي أن يرفضها. أولا هو عرض من منطلق المبادرة العربية اللي كان الفضل فيها رحمة الله عليه خادم الحرمين الملك عبد الله عندما كان وليا العهد في قمة بيروت سنة 2002، في مبادرة عربية لأولئك الذين يعارضون مبادرة السلام المصرية. مبادرة السلام المصرية اعترف بها في بيروت 2002 وصارت مبادرة عربية نسبت للأمير عبد الله في ذلك الحين. لما تلوح بهذا الآن فإسرائيل إذن مش بتتكلم على فلسطين، بتتكلم عن علاقتها بكل دول المنطقة، وبالتالي واضح أن الخطاب جاب نتيجة فورية، أن نتنياهو اللي أعلن رفض بطريقة غير كريمة للعرض الفرنسي رحب بالعرض المصري، وأنه هو يعني مستعد لأن يسير في مباحثات للسلام إلى آخر هذا الكلام. التوقيت والطريقة ما استبعدش أن زيارة كيري النهاردة هتركز على هذا، وتركز أيضا على الوضع في سوريا. الوضع في سوريا أشد القضايا الإقليمية تعقيدا لأن فيها أطراف كثيرة، فرنسا بتضرب، أمريكا، تركيا، روسيا، طبعا إيران مش بعيدة، إسرائيل والجولان كلها مشتبكة. نعم. إسرائيل والجولان، ثم إسرائيل والجولان، لأن التصريح الغير ذكي اللي صرح به رئيس وزراء إسرائيل من قبل بأنه لن ينسحب من الجولان حتى يخالف السياسة الإسرائيلية اللي كانت معلنة عندما كانت هناك مباحثات بين رابين من جانب وبين الرئيس الراحل حافظ الأسد. إذن أفتكر المبادرة المصرية ردت الأمور إلى ما كانت عليها على الأقل، وتطمح إلى أن يكون في حل في المستقبل القريب. أنا لا أستبعد أيضا أن يكون في هناك كلام على المستوى الثنائي، احنا بنتكلم إقليميا هنتكلم على الإرهاب، عالميا بنتكلم على الإرهاب، إقليميا بنتكلم عن سوريا والمشاكل الأخرى وليبيا وليبيا واليمن إلى آخره. إنما على المستوى الوطني ما افتكرش إن احنا هنغفل الحديث عن مصر أمريكا بقى، لأن هو دلوب الموضوع، أنت جاي تتعاون معايا ومحتاجني فعلا، لأنني دولة ثبت أن لا أحد يدخل منطقة الشرق الأوسط دون أن يمر على مصر. ومش وعاوز ألفت النظر إن لما كان الرئيس الأمريكي في الرياض أرسل بوزير خارجيته للقاهرة للزيارة السريعة، إذا في تنسيق لازم بين كل هذه المواقف. يعني الحياة صعب شوية. سعادة السفير، هل في ظل وجود لاعبين رئيسيين الآن في المنطقة زي تركيا وإيران، هل من الممكن من وجهة نظرك أن يضعف الدور العربي أو يتم إضعاف الدور العربي المصري السعودي على سبيل المثال، ولا لا لابد من التعامل مع مصر؟ لا أفتكر أن أختلف، لأن هو حضور كيري إلى القاهرة، حضور كيري إلى القاهرة مرة أخرى، ووجود الرئيس الأمريكي في قمة خليجية أمريكية، كل هذا يضعف التدخل التركي، لأن تركيا تحاول أن تجد لها موطئ قدم، وإيران أيضا طبعا مفهوم. كل هذه الجهود إنما توضح أن العالم العربي ليس غافلا عن هذه الحركات، وأن كل من يريد أن يأتي للمنطقة بينسق مع مصر ومع الدول العربية. لا ده بالعكس، هذه الحركات تحد من حرية حركة تركيا وتجعلها تتوقف عن التمادي فيما هي فيه في شمال سوريا، وأي حل لابد
سيؤدي في النهاية إلى توقف تركيا عن التدخل في الشأن السوري. تمام. بالنسبة لإيران، إيران أيضا ليست بعيدة عن سوريا، هي أيضا تتحرك في الداخل السوري وإن كانت على موقف متناقض هنا من تركيا، وفي نفس الوقت بين إيران وتركيا اتفاقات، وفي نفس ذات الوقت هناك تصالح غربي أمريكي مع إيران. هناك ما يدعو للشك من التحركات الإيرانية على الأرض في الفترة القادمة؟ إيران وضعها مختلف وأعقد من موضوع تركيا، أصعب كمان، لأن تركيا يسهل السيطرة عليها لأنها أولا عضو في حلف الناتو على أعتاب الاتحاد الأوروبي، تريد أن تحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي على أن تنضم وتكون على علاقة قوية بالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هنا يضع شروطا لحقوق الإنسان والممارسات السياسية الديمقراطية في تركيا. إيران منفلتة، هي قوة كبرى منفلتة، والوصول إلى اتفاق حول برنامجها النووي كان بشق الأنفس يعني، ولهذا أمريكا بالتأكيد حائرة بين الحفاظ على الاتفاق النووي اللي عقدته مع إيران، وفي نفس الوقت محاولة ألا يؤثر هذا على التوازن في المنطقة الخليجية وعلاقة أمريكا بالخليج وعلاقة أمريكا بالعالم العربي. إيران قصة صعب التعامل معها، وأفتكر لازم يكون كل الأطراف على حذر عندما تتعامل مع إيران. تركيا تحت السيطرة التامة لحلف الأطلنطي، ولا أتصور أن طائرة تركية تحلق في السماء دون أن يعلم حلف شمال الأطلنطي، بل دون أن تعلم إسرائيل، لأن إسرائيل على بعد 50 كيلومتر من دمشق، وبالتالي تركيا قصة تختلف. ورغم أنني أشهد فيما حضرته من مؤتمرات إسلامية عديدة أن تركيا السنية كانت دائما تساند موقف إيران حتى في أيام حربها مع العراق لأسباب داخلية طبعا تتعلق بتعقد مشكلة الأكراد وغيرها، لكن على الرغم أن موقف تركيا يختلف عن موقف إيران، لكن هناك أيضا تنسيق تركي إيراني ينبغي أن نتنبه له. تمام، وصلت الصورة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق معلقا على زيارة جون كيري الثانية في أقل من شهر.